بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد واستاد الأهلي. النهاردة معنا كلام كتير جدا. أول كلامنا هيبقى عن استعدادات النادي الأهلي وآخر استعداداته لمواجهة مصر المقصة غدا إن شاء الله في المباراة المؤجلة في الدوري الممتاز. أيضا عندنا إطلالة عالمية على كأس العالم للأندية، وأيضا آخر متابعة لما حدث في الدوري الأوروبي، وما هي الأندية التي تأهلت لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج. في البداية برحب بضيوفي الكبار، الأستاذ محمد ديك الناقد الرياضي. مساء الخير يا فندم، منور. ازي حضرتك؟ الله يخليك. أيضا الأستاذ أحمد شريف الناقد الرياضي. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك، ربنا يخليك. شكرا. هبدا مع حضراتكم. النهارده كان في تمرينه للنادي الاهلي في الساعه 11 صباحا، كان فيها النادي الاهلي بيختتم استعداداته مع كابتن حسام بدر الجهاز الفني باكمله لمواجهه مصر المقصه غدا. كان في محاضره مهمه جدا بالنسبه لكابتن حسام بدري بالفيديو مع اللعيبه، ودي من الحاجات النقاط المهمه بالنسبه لكابتن حسام البدري، انه بيحب يحفظ اللعيبه على اسلوب ادائه، وبيفضل يراجع معاهم في كل النقاط الفنيه قبل ما حتى ينزل ينفذها في التمرين. وده الجزء الحديث في كره القدم، التطوير، ان انا بعمل محاضره بالفيديو ببرز فيها النقاط اللي انا عايز اشتغل عليها وبنزل انفذها في التمرين عشان اللعيبه تبقى حافظه السيناريو اللي هتنفذ عليه في خلال مجريات اللقاء. ودي من الحاجات اللي واضحه مع الكابتن حسام البدري منذ قدومه مع النادي الاهلي وحتى الان، وايضا في خلال المباريات السابقه. ما شاء الله حتى الان النادي الاهلي مع الكابتن حسام البدري في بطوله الدوري العام لم يهزم تماما. هبتدي مع نقادنا الجمال. مواجهه النادي الاهلي امام مصر المقصه من المواجهات اللي ليست سهله. كابتن عماد سليمان عوده مره اخرى الى التدريب مع مصر المقصه، وعاد رونق مصر المقصه مره اخرى. هو يمكن انا اكمل بس على كلام حضرتك. الكابتن حسام البدري يعني رقم مميز ليه، ان هو السنه اللي فاتت كلها ما خسرش ولا بطوله ولا خسرش ولا ماتش، وكمان الموسم دوت بيكمل النتائج المميزه مع النادي الاهلي. الكابتن عماد سليمان برضه نفس القصه، لعب 7 ماتشات مع المقصه ما خسرش ولا ماتش. الاهلي والمقصه تعتبر يعني قمه مصغره، يعني مع احترامنا للانديه الثانيه دلوقتي، الاهلي والمقصه، الاهلي والاسماعيلي، تبقى قمه نظرا لاسلوب اللعب يعني مميز، بالاضافه للعناصر الموجوده في الفرقتين، وخاصه المقصه السنه اللي فاتت انهى بمركز ثاني. انهى بمركز ثاني وبيلعب دلوقتي كمان ان هو بيأهل نفسه ان هو هيلعب في دوري ابطال افريقيا. فدي برضه بتدي طابع مميز. اي نعم كان عندهم بدايه الموسم مش مميزه مع الكابتن مؤمن سليمان، لكن اداره المقصه تداركت الموقف مبكرا، ودي حاجه تحصل فعلا لاداره المقصه. الكابتن عماد سليمان ليه ستايل لعب هجومي، ودي برضه هتخلي الماتش يعني هتشوف كره جماليه كويسه. على الماتشات الاخيره بين المقصه والاهلي اي ممكن تلاقي مثلا 1-0 2-1، ففي نديه قويه بين الفرقتين. الحوافز بتاعه النادي الاهلي اعتقد انها اكبر شويه. النادي الاهلي بيلعب على بطوله، بالنسبه له لو كسب ماتش بكره هيبقى رقم واحد على الترتيب، لسه له كمان ماتشين مؤجلين. لو الاهلي استمر بنفس الاداء زي ما حضرتك قلت الكابتن حسام البدري، قصه الاستخدام الفيديو ونقاط الضعف ونقاط القوه، دي حاجه مميزه للاعب بحيث ان هو كل واحد في الملعب يعرف دوره. انا هلعب على لعيب مثلا مميز، في لعيب لا انت هتقف مثلا هنا تتحرك في الدقيقه كذا، هنعمل كذا، ودي بتبان في الناحيه الهجوميه بتاعت النادي الاهلي. اذا كان مثلا الجناب مثلا اجاي او وليد سليمان، اذا لعب مثلا وليد، بالاضافه لعبد الله السعيد محور ارتكاز كويس جدا في نص الملعب. الخطوط دي كلها والحاجات دي كلها زي ما حضرتك قلت دي حاجه مهمه. محور ارتكاز هجومي. مهم حاجات مهمه جدا جدا. بالاضافه برضه لحضرتك انت قلت الكلام الكابتن عماد عنده طموح ان هو جاي مثلا بيلعب في دوري الابطال، يعني هيلعب في دوري ابطال افريقيا، بيجهز نفسه قدام فرقه برضه قويه بالنسبه للتاريخ في الدوري الممتاز النادي الاهلي. عنده برضه طموح زي ما حضرتك قلت ان هو يحسن موقفه شويه في جدول الدوري ان هو في المركز الثامن. طموح الفريقين هتخلي هنتفرج على ماتش كويس. استاذ احمد، هل النادي الاهلي في حاله فوزه ان شاء الله غدا هيكون على القمه بفارق نقطه عن الاسماعيلي ولسه عنده لقاءات مؤجله، هل ده بيدي طابع خاص للمباراه؟ اكيد طبعا، يعني الاهلي في حاله فوزه انت على الصداره، عندك مؤجلات، لو استمرت على نفس المعدل ده، نفس معدل الانتصارات اللي انت بتحققها في البطوله من اول ما بدات فيها، انت هتقدر تحسم البطوله بدري. الاهلي بيعاني في الفتره الاخيره من ضغط الماتشات،
انت عندك ماتشات مضغوطه، بتلعب دوري ابطال افريقيا، بتلعب دوري، عندك كاس برضه بتلعبه، كان بطوله عربيه بالظبط، لعب بطوله عربيه، لعيبه الدوليه اللي بتروح المنتخب، دي كلها بتشكل عوامل ضغط على الجهاز الفني للاهلي. فانا كمدير فني ببقى محتاج ايه؟ ببقى محتاج ان انا اكسب، افضل استمر في الانتصارات، ليه؟ هيبقى في فارق كبير بيني وبين اقرب حد ليا، بحيث ان انا حبيت اريح لعيب او اثنين او ثلاثه في اي ماتش ممكن اكون ضمنه شويه او شايفه سهل، اقدر ان انا اريح. فوز الاهلي على المقصه احنا شايفينه في الفتره اللي فاتت يعني بيحقق انتصارات كبيره بعد قدوم كابتن عماد سليمان ورحيل الفريق كابتن الفريق كان في المركز ال 15 او 16 في الدوري، دلوقتي بقى يتقدم دخل مركز ثامن كابتن مؤمن بالظبط، دلوقتي بقى مركز ثامن في الدوري، بيحقق انتصارات كبيره، فاز على الجيش 4، فاز على الزمالك 3، يعني عنده قوه هجوميه كبيره. نعم. الموضوع من يعني مش الفريق اللي هو بينزل يكسب واحد او اللي هو عنده هدافين جون انطوي وحسين الشحات بالظبط، فالمباراه مش هتكون سهله، لكن انا لما اقدر انتصر على فريق زي المقصه فانا كده بضمن ان انا بعدت عنه، حتى لو هو فعلا دلوقتي في فرق 10 نقط، الاهلي 25 نقطه المقصه 15، في فرق 10 نقط بس من الوارد المقصه يكمل الصحوه اللي هو فيها دلوقتي، يقدر يدخل في المنافسه، وارد جدا، الفروق مش كبيره، انت الفروق دلوقتي ان انت ماتشين اللي قدامك يقع، ماتشين انت تكسبهم فانت بتدخل في المنافسه، تمام؟ فالاهلي هيكون محتاج ان هو يبعد عن المقصه، يقدر ان هو يبعد عن يعني يقرب من الاسماعيلي او يتجاوز الاسماعيلي بفارق نقطه، مع المؤجلات هيقدر بعديها ان هو كمان يعدي يفرق عن الاسماعيلي. الزمالك احنا شايفين النتائج مش مظبوطه الفتره الاخيره، فانت انتصارك على المقصه برضه هيبعدك عن الزمالك، فانت الموضوع هيبقى بالنسبه لك سهل بعد كده شويه. ولكن دائما وابدا مواجهه الاهلي مع المقصه بيبقى ليها رونق، خاصه ان السنه اللي فاتت الاهلي استطاع انه يفوز في لقاء ويتعادل في اللقاء الاخر، خد منهم 4 نقاط وهو كان المنافس المباشر، ولما بالزبط. بتاخد نقاط منافسك المباشر بتدي لك اريحيه في سباق القمه. خلينا نقول برضو ان كابتن عماد سليمان من ست مواجهات كسب 4 وتعادل 2، ودي برضو نتيجة إيجابية أمام فرق كبيرة ما هياش برضو فرق بالسهلة طبعا. وكابتن حسام البدري حاطط في دماغه النواحي الهجومية اللي موجودة عند فريق مصر المقاصة، ولكن برضو هسألك، النادي الأهلي بيلعب بشكل هجومي مهما كان المنافس، صح؟ دي حقيقة، البطل طبعا دايما داخل على يعني النادي الأهلي طول عمره بيلعب على المكسب، مفيش مثلا دي بطولة سهلة هلعب على الكاس، لا، يبقى هدخل حتى العناصر الشابة اللي عنده أو الناشئين اللي عنده، مطعمين الفكر اللي هو المكسب دايما. الكابتن حسام حتى خلال الفترة الأخيرة يمكن الماتش الوحيد بس اللي كسبه مثلا كان الماتش الأخير للأسيوطي 1-0، يعني طريقة لعب الفريق المنافس كانت صعبة شوية. برضه الكابتن حسام كان مريح بعض اللعيبه الاساسيه اللي عنده عشان عارف ان هو عنده ماتش طريقه المقصة. التدوير اللي بيطبقها ماتش كل ففكره ان هو برضه كان مريح بعض اللعيبه الكبار علشان هو عارف، لا وكمان هو عارف اللي عنده ماتش المقصه، بالنسبه له المقصه يعني مع احترام فرقه لاسوتي المقصه بينافس فرقه مميزه عندها عناصر قويه، وزي ما قال احمد مكسب المقصه هيديك دافع وحافز اكتر انك انت خلاص عديت منافس قوي بالنسبه لك ممكن يقلقك بكره وبعده، يعني مش قصه ان هو مثلا المقصه دلوقتي مثلا في المركز الثامن، لا انت عندك المقصه وعندك المصري وعندك الاسماعيلي وعندك الزمالك هم الاقرب ليك في المراكز، فانت قصه انك انت تلعب حاجه هجوميه دي طبعا النادي الاهلي معروف بيها، عنده الجزء الهجومي كله من نص الملعب بعد حسام عاشور هنلاقي عندك عبد الله السعيد، عندك اجاي، عندك وليد سليمان، احمد الشيخ، نفس القصه مؤمن زكريا، عبد الله يعني بيزيد كمان بيديك ناحيه بالاضافه لوليد وليد ازارو دخول صالح جمعه وصالح جمعه في القائمه النهارده كان يعني ممكن دي تبقى فرصه مفاجاه ممكن يكون يلعب مثلا يديله فرصه مثلا كابتن حسام يلعب بيه بكره ويبقى المفاجاه المباراه. لا الاهلي طبعا بالنسبه له 3 بونت مهمين جدا جدا في صراعه للقمه، والاهلي يعني معودنا دايما اذا يعني طلع على القمه ما بينزلش بسهوله، نعم، على عكس المنافسين. نعم، ده شيء فعلا بيبقى في منتهى الايجابيه بالنسبه للنادي الاهلي. امبارح كان في محاضره او جلسه من كابتن محمود خطيب رئيس نادي الاهلي وجهاز فني واللعيبه، وتحدثوا مع اللعيبه يعني في حوار طال لمده ساعه عن كل الجوانب اللي موجوده في المرحله المقبله، كل ما سيواجهه النادي الاهلي من بطولات ومن منافسه
شرسه محتاج فيها النادي الاهلي انه يحصد كل البطولات. واكيد هذه المحاضره او هذه الجلسه ما بين كابتن محمود خطيب واللعيبه هتفرق كتير جدا. وادينا شايفين ادي صالح جمعه من البوادر انه بيؤدي تدريباته بكل التزام، ومما جعل كابتن حسام بدر يديله فرصه. اعتقد ان دي تبقى فرصه مهمه جدا بالنسبه لصالح جمعه في الفتره المقبله عشان يشيل بقى الرواسب اللي كانت موجوده. عايز اسالك احمد، غياب عاشور للاصابه والشناوي محمد الشناوي الحارس للاصابه ايضا، ويعني غياب ايضا سعد سمير، وكلهم اصابات وكلهم لعيبه يعني مهمين جدا مش بس مع النادي الاهلي، مع منتخب مصر أكيد. اضافه الى رامي ربيع وعلي معلول، لكن هل شايف النادي الاهلي عنده من الذخيره اللي يقدر يعوض بها اي لاعب في اي لقاء؟ اكيد الاهلي القائمه بتاعته يعني مليانه لعيبه كبيره، يعني احنا بنتكلم في اصابه محمد الشناوي، طب الشناوي مش موجود، شريف اكرامي حارس مرمى منتخب مصر موجود تمام، يعني حتى اكرامي لما كانش موجود يعني الشناوي كان بيقدر يقوم بالدور كويس جدا يعني كان ما شاء الله قدم مباريات كويسه تمام. فانت الشناوي مش موجود، اكرامي يقدر يسد مكانه. حتى يعني هي ممكن تكون المشكله بس في الخط الدفاعي، ان انت عندك مدافعين كتير قوي غايبين، ايمن اشرف، لكن ايمن اشرف بالظبط، ايمن اشرف يعني لما الاهلي اتعاقد معاه كله كان معتقد ان هو باك شمال. طب انت عندك باك شمال حسين السيد وعلي معلول وصبري رحيل، هتلعبه فين؟ هو كان جاي عشان يلعب مساك. الله ينور عليك، هي دي بالظبط، هو كان جاي مساك. يعني انت دلوقتي خلاص احمد حجازي خد تجربه الاحتراف، سعد سمير مش موجود، رامي ربيعه مش موجود، عندك ايمن اشرف ممكن اول ماتش هو نزل فيه الناس كانت قلقانه، لاعب ما انا ما شفتوش كمدافع كتير، حتى على الرغم ان هو كان بيلعبها مع سموحه كان موجود مع سموحه في ماتشات كتير جدا كمدافع. بس هل وجود ايمن اشرف كلاعب من ابناء النادي الاهلي، لاعب وتربى تربيه النادي الاهلي وعارف ان ايه ضغوطات، امكانياته البدنيه ما شاء الله بتساعده، نفس بالزبط. الشيء عنده موضوع الباس سهل وسلس سهل ومميز، فكل هذه الامور خلت الكابتن حسام بدر يديله الثقه. بالظبط، هو لما خد الثقه يعني لما كابتن حسام بدر اداله الثقه قدر ان هو يكون بشكل مميز في المباريات، احنا ما بنشوفش اخطاء دفاعيه من ايمن اشرف. نعم ما شاء الله يعني فعلا متالق. الاهلي فعلا بيهاجم قوي، فاللي قدامه نادرا ما يعني بيشكل هجمه عليه، لكن انت عاده لما يبقى في مثلا مدافع ضعيف انت اي هجمه بتروح عليك ممكن تعدي، وارد جدا حتى لو انت فرقتك اللي ماسكه. احنا ما بنشوفش ده مع ايمن اشرف، لا ايمن اشرف بيقدر ان هو يكون موجود كمدافع يعني تقدر ان كابتن حسام البدري يعتمد عليه في الماتشات اللي جايه. فبالتاكيد ده هيبقى اضافه. وجود احمد فتحي مكان عاشور، لان عاشور هيريح هذا اللقاء وهيبقى السوليه واحمد فتحي، استمرار محمد هاني في الجانب الايمن شايفه امر طبيعي؟ طبيعي جدا، احمد فتحي يعني من نوعيه اللعيبه اللي بتادي اصلا في مركز محور الارتكاز الدفاعي كويس جدا. لاعب يعني بيقاتل على الكوره، بيقدر ان هو يستخلص الكوره من اي مهاجم قدامه او من اي لاعب وسط قدامه، حتى لو هو عداه بيقدر ان هو يرجع ويجيبه. التصوبات بتاعته كويسه جدا، التمريرات بتاعته يعني بنسبه 99% او 95% على الاقل بتكون كويسه، فاحمد فتحي يقدر يؤدي الدور ده كويس. انا استاذنك بس في تمرينه من الاجوان بالرجلين لعبوا اسمه سايد جيم كده، وده في منتهى الاهميه، لان حارس المرمى هو اول صانع لعب في الفريق، ولو ما عندوش حته انه يقدر يلعب برجليه بشكل كويس هيعمل مشاكل. وشوفوا مين اللي نازل معاهم، كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا فيجو الكره المصريه واحد من اللعيبه المهريين، وده عشان يحمسهم، لان حارس المرمى من اهم مميزاته طبعا الكل دلوقتي بيتابع الكره العالميه وشايف نوير بيلعب ازاي، ما نوير ممكن يجي يلعب هنا تحت الفراوده. ده شيء مهم جدا، وكويس ان هي برزت في التمرين عشان الناس تعرف ان ايضا انتقاء حارس مرمى النادي الاهلي يجب ان يكون على المواصفات العالميه. اكيد طبعا، فده امر كان لازم نوضحه لحضراتكم على الشاشه. اذا مواجهه المقصه غدا، يعني ماتش هيبقى فيه كره كويسه، ماتش هيبقى فيه هجوم، ادي بنتكلم على الهجوم، وادي دخول وليد ازارو طبعا الكل بقى خلاص هو هداف الفريق، وكابتن حسام بدري يفضل ان يكون التمرين في الصباح عشان النادي الاهلي هيذهب الى معسكر الى السويس، لان المباراه يعني هي على ارض مصر المقصه، فهتقام على ملعب الجيش بالسويس. كل التمرينات للنادي الاهلي باذن الله انه يحقق نتيجه ايجابيه، ودي لعيبه النادي الاهلي وهم داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره قبل التوجه الى معسكر المباراه. نبتدي نخش بقى على مونديال الانديه، كاس العالم للانديه. النهارده اقيمت ثلاث مباريات، في مباراه بتقام الان الجزيره الاماراتي واوراوا ريد دينامونز الياباني، وكان في لقاء باتشوكا المكسيكي امام الوداد، وباتشوكا تفوق بهدف مقابل لا شيء في الوقت الاضافي. في لقاء كان عقيم هجوميا الى حد كبير، وكان في تكتيفه دفاعيه من كلا الفريقين، وكان ابتدى مونديال الانديه في يوم الاربعاء، كان الجزيره الاماراتي تغلب على اوكلاند سيتي بهدف مقابل لا شيء، والجزيره لازم نقول لحضراتكم ان هو
بيشارك في هذه البطولة بصفة المنظم. محمد، عايز أسألك، لقاء اليوم أنت شفته باتشوكا أمام الوداد، كيف كانت المباراة؟ يعني زي ما انت حضرتك قلت كده، فعلا الماتش كان عقيم هجوميا بشكل يعني بشكل غريب جدا. طبعا كلنا كمصريين كنا نتمنى ان الاهلي يكون متواجد في البطوله زي كده، والاهلي طبعا ليه تاريخ وليه باع في البطوله زي كده. الوداد النهارده ما قدمش الكره اللي كان بصفته ممثل افريقيا، ما قدمش الكره اللي كنا شفناها منه في بطوله دوري ابطال افريقيا. كان اخطاء غريبه شويه، حتى الجول اللي جه في الدقيقه 112 خطا من تمركز مدافع، خروج غريب جدا جدا من حارس مرمى، يعني ما اعرفش طلع ازاي مكانه، كان بشكل يعني في وقت صعب كمان. النادي باتشيكو برضه نفس القصه، كانت الفرص بتاعته قليله جدا. الوداد برضه جات له فرصه او اثنين طول ال 120 دقيقه. الوداد واضح في بعد الاكسترا تايم الناحيه البدنيه بتاعته اقل شويه من الفريق المكسيكي. يعني باتشوكا كان اجهز. يعني باتشوكا كان فعلا اجهز، واللياقه بتاعت فريق الوداد ما ساعدتوش ان هو يكمل بنفس الريتم الاولاني، خاصه ان هو كان بيلعب 10 بعد طرد اللاعب بتاعه في وقت بدري جدا، يعني كمان ان هو اتطرد انك انت عندك طرد مبكر، ما عرفتش تلم نفسك او تظبط الاداء او تلعب مثلا بطريقه ثانيه انك انت تمشي الماتش لحد ضربات الجزاء. نفس القصة في الماتش الأولاني، ماتش الجزيرة، كسب الجزيرة 1-0 برضه، في ماتش برضه كان نفس القصة، كان ماتش عقيم. فكرة إنك تكسب مثلا واحد والكلام ده كله، البطولة بطولة مثلا ممكن الناس تعتبرها بطولة مثلا أنها مشاركة فيها في حد ذاته إنجاز، لكن أنت مثلا بتلعب بصفتك منظم بطولة أو بطل قارة كاملة، فعلى الأقل قد يعني نشوف ماتشات. بس الماتشين اللي فعلا دلوقتي نتمنى في المراحل اللي جايه يبقى في هجوم اكتر، في اهداف اكتر، في نديه، في حتى كوره، يعني ما شفناش اصلا يعني الكوره اللي هو الباص الكوره الجميله اللي احنا متعودين عليها. ده حقيقي. احمد، هل باتشوكا المكسيكي هو قريب من باتشوكا المكسيكي اللي واجه النادي الاهلي في مونديال الانديه قبل يعني من قبل؟ يعني هو انديه المكسيك عموما وتحديدا باتشوكا، يعني باتشوكا فرقه عندها الخبره الكافيه انها تشارك في البطوله. باتشوكا مش اول مره يشارك، في حين الوداد اول مره يشارك، فكان يعني في فرق خبرات برضو اضافه للياقه البدنيه. انديه المكسيك عموما بتبقى اللياقه البدنيه عندها عاليه. زيها زي انديه اليابان، يعني الوداد لو كان مثلا بيلعب اوراوا النهارده كان برضو هنشوف فروق كبيره، اكيد الفروق دي برضو دلوقتي موجوده ما بين الجزيره واوراوا. فباتشوكا الستايل ثابت زي ما الاهلي ستايله ثابت، ستايل هجومي، الاهلي مثلا بيهاجم معروف ان بيعتمد على طريقه لعب معينه، شكل معين مهما اختلفت الاسماء سواء الجيل اللي فات او الجيل الحالي، تمام. لكن برضو باتشوكا وانديه المكسيك نفس الستايل، انديه المكسيك عموما في واخده حته من انديه امريكا الجنوبيه شويه، اللي هو انا بعتمد على المهاره، بعتمد على السرعه بالظبط، بعتمد على المهاره، بعتمد على السرعه، بعتمد على القوه البدنيه برضو. فبقدر ان انا انديه افريقيا بالنسبه لي بتبقى الموضوع مش صعب قوي كنادي مكسيكي، لا حتى على سبيل المنتخبات كمان مش الانديه. النادي الاهلي واجه كلاب امريكا في اللقاء الثالث والرابع، وكان كلاب امريكا كاركا كان ساعتها فيها يعني نجوم كبلانكو بالظبط، والنادي الاهلي تفوق في هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، وايضا واجه باتشوكا وكان متقدم بهدفين مقابل لا شيء، ثم عملوا كامباك بثلاث اهداف. اذا هم مستمرين بالظبط. بس الاهلي كان الفريق بتاعه مين؟ كان الجيل اللي هو الجيل الذهبي للكره المصريه، مش هتكلم للاهلي بس. تمام. لكن انت دلوقتي الوداد، احنا شفنا مثلا الوداد في مبارياته مع الاهلي، لا مش هو الفرقه اللي هي تروح، ما كانش بيلعب كره هجوميه يعني، بالظبط كان دفاعي بالظبط. هو الحسين عموته يعني عارف رحمه الله امرين عارف قدر نفسه، انا عارف ان انا مش هقدر اهاجم الفرقه دي، فانا بقفل واخطف الجون هجمه مرتده، العب على خطا بقى، يعني في خطا دفاعي مثلا المدافع ما بيغطيش على القريبه، انا العب عرضيات على القريبه، انا بلعب كده اخطف الجون وارجع ادافع تاني. هو عارف نظامه، عارف ستايل لعبه، ده اللي هو يقدر يكسب بيه. فالنهارده هو عمله مع باتشوكا، ماشى معاهم لغايه الدقيقه 90، ومطلوب مني لاعب، وابراهيم النقاش من اللعيبه المهمه جدا بالنسبه للوداد، هو كابتن الفريق. تمام. فقدر ان هو يكمل معاهم للوقت الاضافي، يعني هو حس ان كده خلاص انا الماتش رايح في السكه اللي انا عايزها، انا عايز العب ركلات جزاء ونشوف بقى مين اللي هيصعد ساعتها. لكن زي ما محمد وضح من شويه، الهدف جه بالخطا الدفاعي من الحارس والمدافع، دي حاجات بتبقى مش محسوبه،
وخلاص بعد عمر يعني زمن المباراه 90 دقيقه انت بتتكلم في وقت اضافي، المخزون البدني خلاص انتهى. بالظبط، خصوصا ان ده وقت المشاكل فعلا، ان انت فعلا اللياقه البدنيه عندك مش عاليه او يعني تقضيك ال 90 دقيقه، بعد كده زي ما بنقول البنزين بيخلص. في حين ان انديه المكسيك انديه اليابان لا ما عندهمش الحته دي، ممكن يلعب معاك 200 دقيقه ما عندوش ادنى مشكله. هو ده يعني العمود الفقري بتاعه بيبقى على بالزبط. الجانب البدني. طب هذهب الى نقطة مهمة، هل الجزيرة وارد ان هو يعمل مفاجأة النهارده ويفوز على اروى بطل دوري ابطال اسيا؟ خلينا نقول ان الجزيرة عنده عاملين مهمين ممكن يساعدوه، الارض والجمهور. الارض والجمهور بالاضافة كمان الدفعة المعنوية اللي خدها ان هو كسب الماتش الاولاني والنتائج بتاعت الاندية الاماراتية قبل كده في البطولة ما كانتش يعني لما البطوله قبل كده على المستوى المطلوب الوحده كان قبل كده ما كانش على المستوى المطلوب، فانك تكسب مثلا الماتش الاول وتاخد مثلا دفعه معنويه اعتقد ان عنده حظوظ ان هو يكسب فريق الياباني، خاصه اليابان برضه نفس القصه لعب على خطا في نادي الماتش النهائي دوري ابطال اسيا قدام الهلال السعودي. خطا برضه في نهايه اللي لسه احمد برضه بيتكلم عليها قصه المجهود البدني الهلال سبحان الله اليابان قدام السعوديه في نهائي كاس العالم تأهل نفس القصه وايضا في نهائي ابطال اسيا نفس القصه، بس يعني ربنا كرم المنتخب السعودي وعدى من اليابان في تصفيات كاس العالم، بس ما كانش لهم حظ ان هم في دوري ابطال اسيا. كنا كلنا بنتمنى ان الهلال خاصه هو كمان كان نتيجه مباراه الذهاب نفسها في السعوديه مخيبه للامال العرب كلهم مش الهلال. اتمنى ان الجزيره النهارده يكون عنده يعني حتى يعني يبقى البطوله يبقى شكلها كويس انها يكمل مثلا منظم البطوله حتى الان التعادل بدون اهداف يعني تمام. حتى الان التعادل بدون اهداف. خلينا برضو نفكر مشاهدينا النهارده كان في لقاءات او في لقاءات في الدور 16 من مسابقه كاس مصر، كان الانتاج تغلب على الجونه بهدف مقابل لا شيء، والان تجرى مباراه وادي دجله و المصري البورسعيدي، وحتى الان التعادل بدون اهداف، وان الانتاج بعد هذا الفوز هيواجه نادي الزمالك في مشواره في بطوله كاس مصر. نرجع لكاس العالم للانديه مره ثانيه، وهرجع لك بقى ايه في حته انت بتحبها، ريال مدريد وكسبان اشبيليه او سيبيه حتى الان 5 اهداف مقابل لا شيء، وكريستيانو رونالدو اتبدل عشان يستريح عشان لقاءات كاس العالم للانديه، و يعني ريال مدريد هيذهب الى دبي في يوم الاثنين، واول لقاء عنده هيبقى يوم الاربعاء، مستني الفائز بقى من هيبقى الخاسر من اللقاء رقم 2 اللي هو بيتكلم على ريال، مستني الفائز من الجزيره واوراوا، من الجزيره واوراوا يعني هو الفائز من بطل اسيا والمنصف. بالظبط. فبالنسبه لريال مدريد كاس العالم الانديه موضوع مختلف، فالاول نتكلم على الريال يعني نتكلم بقى على مشواره في كاس العالم الانديه. طيب نتكلم على الريال بصورة عامة الأول. الموسم من السنة دي هو الريال بادئ بشكل مش كويس. مش ده الريال اللي كنا بنشوفه المواسم اللي فاتت. البداية خليته بعيد شوية في الليجا، يعني هو دلوقتي بدأ يقرب في دلوقتي فرق 5 نقط، بس لسه برشلونة ما لعبش الماتش بتاعه الأسبوع ده. هيبقى فرق يوصل ليه 8 نقاط. لو برشلونة فاز هيبقى الفرق 8 نقاط بالظبط. الريال كمان عايز برشلونة يكسب عشان يبقى فرق 8 نقاط. تمام. فكمان الريال لما يروح كاس العالم الانديه هيتاجل له مباراه. فده هيوسع الفرق لبرشلونه. اكيد يعني هو المسؤولين في برشلونه هيكونوا عارفين ان الريال ليه ماتش متاجل، لكن انت كفارق فارق نقاط انت حاسس ان انت مرتاح شويه، لسه في كلاسيكو هيتلعب كمان. لو قدرت انت تكسب فيه كبرشلونه انت كده بعدت اكتر. طب الريال هو لو الريال اللي كسب كده الفرق البطوله تاني بترجع تبقى قريبه جدا ما بين الفرقتين. الكلام ده احنا شفناه الموسم اللي فات كان في فروق بس قدر الريال يرجع. تمام. فده وارد جدا. الليجا ما تقدرش ان انت تحسمها من ما تقدرش انت تتكلم من دلوقتي تقول لسه اتلتيكو مدريد كمان بصفقات يناير وفالنسيا كل دي هتؤثر في مشوار بقيه الفرق اللي هتواجههم. بالظبط. يعني احنا شايفين فالنسيا الموسم ده عامل موسم خرافي، وما شفناش فالنسيا بالمنظر ده يمكن من 2002 او من 2001. تمام. من ايام كوبر بقى 2001 بالظبط. بالظبط لما كانوا بيوصلوا نهائي الشامبيونز والكلام ده كله. فدي كلها طبعا هتاثر، ان انت الموضوع دلوقتي ما بقاش ما بين ريال وبرشلونه بس، لا انت ماتش النهارده هياثر. يعني كان جمهور برشلونه كان مستني ان اشبيليه يعملها مع ريال مدريد. ما حصلش. طيب انا هستنى فالنسيا يعملها، هستنى فياريال يعملها، فياريال برضه الموسم ده كويس جدا، اتلتيكو مدريد هستناه يعملها، في حين ان جمهور ريال مدريد هيستنى نفس الكلام. اذا في منافسه الى حد ما، لسه الموضوع مش سهل زي ما الكل ينتظر من جمهور ريال مدريد. طب هذا بليك محمد،
ريال مدريد وتصريحات كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو بقى خلاص كسب الكرة الذهبية رقم 5، عادل ميسي، طلع وصرح قال لك انا الافضل في تاريخ كرة القدم، مفيش لعيب متكامل اكثر مني، وعنده فرص ان هو يتجاوز عدد القاب ميسي في مونديال الاندية. وزين الدين زيدان بيرد عليه وبيقول ده دلوقتي دوري ابطال اوروبا هو بطولة مهمة، ولكن مونديال الاندية الان بالنسبة لي اهم من دوري ابطال اوروبا. خلينا نقول يعني التصريحين اللي حضرتك قلت، تصريح زيدان وتصريح كريستيانو رونالدو. اعتقد ان زيدان الخبرات بتاعته العقلانيه بتاعته اكتر شويه، عشان كده مدرب. رونالدو برضه لسه بيتعامل بقصه النرجسيه بتاعته شويه. انت لعيب كويس وخدت 5 بالون دور وخلت عندك ارقام قياسيه كويسه جدا، بس ده برضه ما يمنعش انك انت البدايه بتاعتك السنه دي على عكس الموسم اللي فاتت. يعني رونالدو قبل ماتش النهارده يعني كانت اهدافه تتعدى على الصابع بالنسبه للليجا الاسبانيه. انت بتهدف في الدوري الابطال والكلام ده كله وتمام مع منتخب بلادك، ساعدته ان هو يتاهل لكاس العالم، لكن اعتقد ان رونالدو محتاج شويه تظبيط بس بالنسبه للتصريحات بتاعته. انك انت وصلت مثلا 32 سنه، محتاج تحس انه ممكن يبقى فيه ضغوط، ممكن يبقى فيه نقد، ممكن. لازع. ممكن هو الفتره الاخيره طبعا انت حضرتك عارف ان هو كان عنده اتهامات بتهرب ضريبي. وصارح تصريحات غريب، يعني انت بتلعب مثلا منتخب بلادك، انا مش راجع، مش هلعب مع ريال مدريد تاني، وممكن يعني اخر بالنسبه لي انهي موسم دوت ليا مع ريال. فزي حضرتك قلت يعني فتره الضغوط والضغط، بس ده برضه زي ما انت حضرتك انت لعيب محترف عندك عقد ملتزم بيه، مش اي لعيب كمان. ايوه انت عندك عقد ملتزم بيه. يعني هو مش اي لعيب. خلينا نبقى واقعيين، عندك عقد محترف، وزي ما انت حضرتك بتقول يعني هو مش لعيب مش لعيب عادي. فقصه تصريحاتك لازم تبقى منضبطه شويه. يعني هي بس البتاع دوت، لكن تصريح كتصريح راجل فعلا على ارض الواقع حقه ان هو يقول اللي هو عايزه. يعني لو هتتقال هنا بقى شخصيه المدريدي طلعت كده، شخصيه مشجع ريال مدريد ظهرت. طب انت بقى بمناسبه التصريحات، هل عجبك تصريح زيدان لما كريستيانو طلع صار يعني تسأل هل كريستيانو افضل ولا انت، طلع قال لك كريستيانو افضل مني كلاعب؟ اعتقد ان زين الدين زيدان بيجامل شويه رونالدو، ان هو محتاجه او بيحاول يديله يعني يديله كسب ثقه شويه، يعني يديله البتاع دوت بالنسبه له لعيب اساسي عنده. شايف ان رونالدو مثلا بيأديش بنفس الاداء بتاع السنه اللي فاتت، فاعتقد دي حاله معنويه بس بيديله دفعه حاله معنويه، لكن على ارض الواقع طبعا كلنا تمتعنا بزيدان لاعب كمدرب حاليا دلوقتي. طيب انا برضو عايز اخد رايك بقى في تصريحات ريناتو جواتشو، طبعا مدير الفني لفريق جريميو البرازيل، اللي قال ان انا افضل من كريستيانو كلاعب فترتي كلاعب في التسعينات. طلع قال انا يعني بيرد بقى على نرجسيه كريستيانو رونالدو بتصريح قوي جدا. على فكره فريق جريميو ده اللي طلع رونالدينيو، رونالدينيو كان من اللي طلع الدوري البرازيلي، كل فرقه بتطلع لك كارثه في كره القدم، ففريق جريميو هو اللي طلع لنا رونالدينيو، كان في فريق اسمه كروزيرو اللي طلع لنا رونالدو الكبير، فريق جريميو طلع لنا رونالدينيو، وريناتو حتى شايف ان هو افضل من كريستيانو رونالدو كمدرب. ويعني مش غريبه ان مدرب بيرد على لاعب؟ لا غريبه جدا طبعا، بس احنا يعني هو عاده لعيبه امريكا الجنوبيه او المسؤولين في امريكا الجنوبيه عموما بيبقى عندهم يعني حته لا احترافيه. بمعنى ايه؟ انا شايف ان انا احسن حد في الدنيا، والمدرب ده لو ما لعبنيش فانا هغضب عليه وهتمرد ومش هتدرب، ولو اتدربت مش هتدرب كويس، ولو نزلت ماتش مش هنزل ماتش كويس. شفنا حاجه زي دي مع سانشيز مثلا في ارسنال، فرقته بتبقى مغلوبه وقاعد على الدكه بره بيضحك. تمام؟ شفناها مع فيدال اللي هو بيسيب معسكر منتخب بلاده وبيبقى سكران. بالظبط، بيبقى سكران ويطلع يسوق يعمل حوادث. ما بيعملهاش مع البايرن. يعني الالمان ما بيتفهموش. يعني هو السيستم هو اللي بيحدد بالظبط. فاحنا السيستم عموما في امريكا الجنوبيه سواء ارجنتين برازيل تشيلي الكلام ده كله، هناك الناس زي ما نقول مخها طاقه شويه. انا شايف ان انا احسن واحد في الدنيا، فانت ازاي انا كمدرب دلوقتي، وكنت لاعب، هو كان لاعب كويس جدا فتره التسعينات مع منتخب البرازيل، فازاي انا اكون انا بالمنظر ده وبالخبرات دي كلها وتطلع انت تقول انا احسن لاعب في التاريخ؟ طب انا فين؟ بيليه فين؟ مارادونا فين؟ لا هو كمان ذكر في هذا التصريح انه بيقول لكريستيانو هل انت تقدر تلعب وانت ما بتاخدش مرتبك لمده 4 شهور متتاليه زي ما انا عملتها؟ وده بالنسبه لي هو البطوله نفسها، وهو شايف ان هو لما بيلعب ويبقى في مشاكل بالزبط. ماديه ده طبعا هو شايف ان كريستيانو بياخد يعني راتب قليل جدا، بياخد راتب كويس جدا، في اهتمام كبير بيه جدا، احسن لاعب في العالم او من احسن 2 لعيبه في العالم لو هنصنف كلعيبه. فهو شايف ان انت لا انت ظروفك احسن مني، انت اتولدت
في بقك معلقه ذهب. انا لا، انا تعبت كتير وشقيت كتير، الظروف ما كانتش كويسه، ما فيش مرتبات، الاحتراف ما كانش موجود زي دلوقتي، السبونسرز مش زي دلوقتي، فانا كان عندي ازمات، ومع ذلك انا وصلت للاسم اللي انا وصلت له، في حين ان انت الظروف كلها مهيئه بالنسبه لك، فانت لازم تكون بالمنظر ده، لو ما كنتش كده يبقى انت عندك ازمه، هو بيشوفها كده. طيب. لكن هرجع اقول لك برضو في الاول وفي الاخر، المدرب يبقى مدرب واللاعب يبقى لاعب، ما ينفعش مدرب يرد على لاعب او العكس. بالظبط، او العكس، ما ينفعش برضو لاعب ينتقد مدرب. طب ازيك محمد، لوكاس باريوس زميل محمد زيدان في بروسيا دورتموند والان لاعب جريميو وهو نجم من منتخب باراجواي، طلع وقال ان احنا لم ناتي الى الامارات لمجرد النزهه، احنا عندنا امال وطموحات، وبرضه خلينا نفكر مشاهدينا ان في فرق من امريكا الجنوبيه فازت، كورينشنز وانترناسيونالي كسبها من برشلونه، وقبل كده كورينشنز كان في البطوله كان في ريال مدريد ومانشستر يونايتد كان ياخدها هو. نعم. فهل شايف ان تصريحات لاعب بمقدار لوكاس باريوس بيدينا انطباع ان فريق جريميو هيبقى قوي وند قوي امام ريال مدريد في حاله تاهله وفوزه على باتشوكا؟ البطوله زي ما انت حضرتك قلت كده يعني سيطره برازيليه اوروبيه عليها، يعني ما شفناش مثلا فرقه مثلا من اسيا او فرقه مثلا من قاره افريقيا مثلا او افريقيا والحاجات اللي زي كده، فهو التكتل كله امريكا الجنوبيه واوروبا، واوروبا تحديدا مفيش غير بس مانشستر او بايرن ميونخ اللي هم خرجوا بعيد عن برشلونه وريال مدريد، الباقي سيطره اسبانيه كامله. الكرة البرازيلية معروفة لها متعة وليها أداء كويس بشكل كويس جدا، أعتقد إن لو تأهلوا ودي إن هو فريق باتشوكو مش صعب إن هو يتأهل، يعني إن هو يتخطى فريق جريمو البرازيلي. يعني التصريح الجمهور مش شايف جريميو فمش عارف حالته. يعني هو دلوقتي الجمهور شايف باتشوكا. لا باتشوكا برضه كمان بيشارك، يعني ليه نسبه كبيره وقبل كده ليه مشاركات سابقه قبل كده ومعروف، يعني حتى الاسم نفسه يعني مقارنه بالفريق البرازيلي لا يعني فرقه بالنسبه لي انا ما اعرفهاش، فخلاص انا ولا ما شفتهاش او ما حدش تابعها مثلا من الجمهور، لكن برضه ما تخلينا برضه نقول ان البطوله فيها مفاجات. يعني وارد ان مثلا بطل يعني ليبرتا دوريس اللي هي دوري ابطال امريكا الجنوبيه اللي هي الانديه وارد يخسر، يعني ممكن عادي مش مشكله، القصه انك انت في الملعب، انا ما اعتبرش في الملعب غير من مجهود. فكره ان انا 90 دقيقه العب 90 دقيقه في اكسترا تايم في ضربات في ركلات ترجيح، لو العمليه مثلا وسط ركلات ترجيح ريال مدريد وارد ان هو يخسر مثلا بطوله زي كده، فكره كمان ان الريال داخل مثلا بالنسبه له البطوله مثلا ممكن مثلا لعيبه الريال شايفه ان البطوله دي بالنسبه لنا هنلعب ماتشين ناخد بطوله تضاف لرصيدنا، ممكن دي تبقى يعني تلعب ضدك. نعم. ما تبقاش حاجه بالنسبه لك مميزات بالنسبه لك. طيب احنا هنروح لدوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج، القرعه يوم الاثنين ان شاء الله هتقام في مدينه سيون في سويسرا، 16 فرقه تاهلت الى دور ال 16، خلينا نفكر حضراتكم بيهم، هنبتدي بنادي برشلونه الاسباني، بازل من سويسرا، بايرن ميونخ من المانيا، بشكتاش من تركيا، تشيلسي من انجلترا، اليوفي من ايطاليا يوفنتوس، وليفربول طبعا محمد صلاح من انجلترا، مانشستر سيتي اللي هيلاعب بكره مانشستر يونايتد ده من انجلترا، وايضا مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان من باريس، اف سي بورتو من البرتغال، ريال مدريد اسبانيا، اي اس روما من ايطاليا، اشبيليه من اسبانيا اللي خسران 5-0 حتى الان، احنا ما نعرفش وصلت لكام، شختر دوناستيك من اوكرانيا والمدرب بتاعهم اللي لبس ماسك زورو في حاله تاهله، وايضا نادي توتنهام من انجلترا. ظاهره جديده ان فرق انجلترا وصلت لخمسه انديه في دور ال 16، يمكن ما حصلتش من 2008 ان في اربع فرق تاهل. بالظبط، وكلهم متصدرين عدد تشيلسي. فده يعني بيثبت ان انت عندك الدوري الانجليزي، لا الدوري الانجليزي بيقول انا موجود. قادم. كنا قبل كده بنشوف كنا قبل كده بنشوف ان الانديه الاسبانيه هي اللي بتسيطر على البطوله نفسها. والمانيا يعني هي بيبقى في منافسه من اليوفي ومنافسه من البايرن واحيانا بروسيا دورتموند، غير كده يعني بتبقى انديه انجلترا اخرها دور ال 16 دور ال 8 ما بنشوفهاش بعد كده، لكن انت ما يبقى عندك في دور ال 16 خمس انديه يعني تقريبا اكتر من الثلث موجود في الدور ده، فانت ما ينفعش كدوري انجليزي ان انت بعد كده ما يبقاش عندك ناديين او ثلاثه في دور ال 8، ما ينفعش يبقى عندك في السيمي فاينال اقل من فرقتين. طب احنا عشان نتابع بس، وادي دجله احرز هدف امام المصري في دقيقه 28، وعشان نكمل كلامنا على العالمي نيوكاسل احرز في ليستر سيتي. تمام، فلازم يعني احنا دلوقتي دي فرصه الدوري الانجليزي اللي هو يقول انا موجود، انا هيبقى عندي فريق موجود او فريقين موجودين في النهائي. الموضوع مش صعب،
احنا شايفين مستويات يعني في مفاجآت حصلت ان روما يطلع اول على تشيلسي واتلتيكو مدريد دي يعني حاجه روما مكان اتلتيكو مدريد بالظبط لا وما كانش كمان ينفع ان روما يبقى الاول على تشيلسي دي كانت صعبه برضو شو دي مفاجاه فريق من الدوري الايطالي يتصدر على بطل الدوري الانجليزي بالظبط وحتى هو مش اليوفي او مش نابولي لا روما احنا شايفين يعني كان عنده مثلا محمد صلاح سابهم ومش موجود دلوقتي زباليتي مش موجود زباليتي دلوقتي مع الانتر عامل معاهم شغل كويس فكان طبيعي ان يحصل حاجه زبزبه شويه لا احنا شفنا روما افضل بكتير في السنه دي ان هو يطلع اول تشيلسي دي مفاجاه ان انت كمان عندك انت يعني فرقه زي تشيلسي مثلا في الدوري اللي جاي هيبقى من الصعب يعني هو هتلاقي ثلاث فرق بس فرقه من ثلاثه ان انت انديه انجلترا كلها متصدره فانا هبعد اوريدي في القرعه عن انديه انجلترا فانت هتلاقي تشيلسي قدامه باريس برشلونه بشكتاش فانت تشيلسي بنسبه كبيره هيبقى عنده الماتشين او برشلونه او باريس الماتشين هيبقى صعب جدا عليه وارد جدا ان تشيلسي بالمنظر اللي احنا شايفينه مثلا اخر حاجه كانت النهارده خساره من وستهام بالظبط ده باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ درس كان قاسي لباريس سان جيرمان وثلاثيه بايرن هو كان في انتقام نعم كان في انتقام من البايرن في الماتش ده احنا شفنا النتيجه بتاعت الدور الاول بتاعت الذهاب كانت نتيجه كبيره جدا لباريس فبايرن الماتش ده كان واخده يعني بشكل ثأري زي ما بنقول طب هل تألق لاعب زي توليسو اللاعب الفرنسي هل كنت شايف ان ده مفاجأة ولا طبعا 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 بس احنا عادة البايرن من نوعية الأندية اللي بتطلع لك لعيبة انت ما بتبقاش عارف اسمها ما شفتها قبل كده كتير بس بتلاقيه بيظهر بمستوى يعني زي ما نقول بينفجر في يعني الملعب يعني انت مثلا تؤكد ان بايرن من افضل الانديه تقديما للمواهب طبعا لا طبعا دي ما فيش جدال عليها بايرن مش من نوعيه اللعيبه اللي بيجيب اللعيب الجاهز او اللي هو بيقدم اللعيب الجاهز لا انا بجيب اللاعب بجيبه من دورتموند لايبزيج هوفنهايم ناشئين ايا كان ناشئين بالظبط الناشئين وبعدين بطوره ما بينزلوش الملعب غير وهو حاجه انت تشوفها تنبهر مش ان انت هنزل اجربه يؤدي مره حلو مره وحش لا يعني شوف يعني شفنا الماتش اللي فات اللعيبه كانت عامله ازاي كيميتش مع بايرن حاجه مش طبيعيه يعني هو بعد داني الفيش في الجانب الايمن في العالم مش بس بالظبط فبايرن فعلا من نوعيه يعني الانديه اللي بتطلع لعيبه بتفاجئك جدا فعلا محمد عايز برضو اخد وجهه نظرك موضوع بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان يمكن مثالين مختلفين في كره القدم واحد عنده التاريخ والاصاله الاوروبيه والعراقه والسيستم وكل حاجه والنجوم بقى الكبار على مستوى التاريخ وابرزهم انا هتكلم على ظاهره فرانس بيكنباور لانه قريب جدا الى ظاهره كابتن محمود خطيب ان واحد كان لاعب ونجم ثم وصل الى رئاسه النادي وباريس سان جيرمان بيمثل الاستثمار بيمثل القوة الشرائية الآن يمكن نادي في فرنسا ما عندوش بطولات لكن بفلوسه قدر ان هو يستقطب نيمار وكافاني ومبابي زي ما انت حضرتك قلت دلوقتي الكرة في اوروبا لا اما تاريخ وبطولات والقاب لا اما الناحية الثانية فلوس الفكرة ان الفترة اللي كانت الماتش الاولاني اللي شفناه كان في ملعب حديقة الامراء والنتيجه اللي يعني اي حد متشائم مش هيتوقعها بس كان فتره كارلو انشيلوتي بدايه بالنسبه له هزائم في الدوري خساره في بدايه الموسم خساره فدي اللي ادت النتيجه بتاعت بتاع دوت يوب هانكس ما خسرش الا ماتش واحد بس في الدوري مع بايرن من اول ما وصل وكان برضه نفس القصة اللي هو فترة مؤقتة ممكن نسميه كده اللي هو منقذ راجل مثلا هو الراجل كان اعتزل التدريب سنه كبير وراجل بس طبعا زي ما انت بتقول احيانا بيبقى نداء النادي ان هو يكون موجود والنادي ده هو اللي عمل اسمي واللي عمل شهرتي وزي ما حضرتك قلت يعني فرانس بيكنباور برضه من الاسامي اللي مثلا كانت موجودة الماتش البايرن على ارض الواقع الاسامي بتاعته برضه مش قليلة يعني انت بتتكلم في مولر بتتكلم في ليفاندوفسكي بتتكلم في روبن برضو الاسامي الناحيه الثانيه مش اللي هي خبرتها برضو مبابي مثلا مع موناكو برضو كان فرقه مش اللي هي ما لعبتش قبل كده دوري الابطال بس العالم كله عايز مبابي يعني ما عملناش حاجه بس برضو فكره انك انت الخبرات برضو بتلعب احيانا دور بتاعها يعني فكره انك انت شاب صغير وسنك بتلعب في منتخب بلادك والكلام ده كله واخد الدوري السنه اللي فاتت لكن قصه انك انت بتلعب قدام فرقه زي البايرن واخده كسبانه قبل كده دوري الابطال وعندها مدرب فاهم يعني ايه دوري الابطال بره وهو برضه الفكره انك انت اي حد يلعب دوري الابطال لايبزيج بيلعب دوري الابطال وشختار كان بيلعب في دوري الابطال والفرق كلها بتلعب في دوري الابطال
بس برضه الدوريات ما تتساويش مثلا الدوري الالماني بروسيا و ما انت تقصد اي بطل في دولته يقدر يلعب في دوري الابطال يلعب في دوري الابطال نعم. لكن انك انت الاستمراريه او انك انت مثلا تتغلب مثلا ماتش وترجع يعني ما كانش حد يتوقع ان البايرن هيتاهل بعد الفضايح اللي حصلت في اول دور المجموعات. اعتقد ان البايرن قدامه فرصه ان هو يستمر ويواصل القرعه بتاعته مش هتبقى صعبه قوي. هو ممكن يلعب يعني هو بايرن كان هيلعب مانشستر هيلعب يونايتد او روما او برشلونه او ليفربول او السيتي او بشكتاش او توتنهام مع انديه انجلترا كلها عنده ما عدا تشيلسي بس يجيله اي نادي من انجلترا ما عدا تشيلسي ودي بالزبط. يعني حاجه ايه لوز بالنسبه لهم يعني الناحيه الثانيه باريس سان جيرمان هيلعب بازل وتشيلسي ويوفنتوس اشبيليه شختار بورتو ريال. اعتقد ان البايرن قادر ان هو يعني هيأدي يعني حتى لو هو زي ما حضرتك قلت كده ان هيلاعب مثلا الدوري الانجليزي او الحاجات اللي زي كده خبراته وخبرات لاعبي والدفع المعنوي اللي خدها ان هو يكسب مثلا ويتاهل قادر ان هو يستمر. على العكس من باريس سان جيرمان اتوقع ان هو مش يعني مش هيوصل مرحله متقدمه مثلا نشوف مثلا في نص النهائي او حاجه زي كده. طب احمد هذهب اليك بباريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان هو توقع انه مش هيصل بعيدا في دوري الابطال. اوناي امري ووجود واحد الناس كلها مركزه معاه دلوقتي زي اديسون كافاني مهاجم منتخب اورجواي وواحد من المهاجمين الافذاذ في العالم وايضا نيمار امبابي في ماتويدي في كورزاوا في ماركينيوس في لا يعني خط صراحه قائمه فيها دراكسلر فيها نجوم كبار جدا هل قادر ان هو يذهب بعيدا في دوري الابطال؟ انا بختلف مع محمد بقى في النقطه دي. لا باريس يقدر. مش الموضوع مش موضوع تاريخ بس لكن احنا بنشوف باريس من الانديه اللي هي عندها قوه هجوميه مش طبيعيه زائد ان لعيبته غير القوى الهجوميه لعيبته ما بتنزلش هايبه الموقف يعني شفناهم قدام بايرن في الماتش الاولاني الجزيره احرز هدف في مروى اوراوا الياباني ودي حاجه طيبه جدا جدا. الجزيره يبدو انها مفاجاه بطوله كاس العالم للانديه هذا الموسم تمام. يعني احنا شفناه قدام بايرن في الماتش الاولاني ما فيش الهيبه بتاعت البايرن انا مش خايف من البايرن لا انا هنزل والعب. امبابي لسه تقدر تقول لعيب صغير 19 سنه مش اللعيب ذو الخبره الكبيره لكن دي بتبقى موجوده دي بتبقى حاجه اسمها شخصيه اللاعب نفسه. اللاعب نفسه شخصيته عامله ازاي؟ هل هو من نوعيه اللعيبه اللي بيبقى قلق وخايف ولا من نوعيه اللعيبه لا انا ما يهمنيش مين معايا انا واثق في نفسي وانا اقدر اعمل كل حاجه. امبابي من النوعيه الثانيه من نوعيه اللعيبه اللي هو لا انا اقدر العب اقدر اسجل في اي فريق ايا كان هو مين مهما كان المدافع اللي قدامي مين لا انا اقدر اتجاوزه واعدي عليه. كون ان موجود جنبه لاعب زي نيمار لاعب زي كافاني دي بتسهله المهمه هما الثلاثه بيسهلوا مهمه بعض حتى وان كان في مشاكل حتى مين اللي بيشوط البنالتي مين اللي نجم هما يعني يعتبروا حلوها دلوقتي نقدر نقول يعني تصدق انها اتحلت يعني هحاول اقنع نفسي ان هما حلوها تمام. لكن احنا حاجه زي دي ما شفناهاش اثرت على الفرقه قوي ممكن تكون بتاثر بره تمام بس احنا شفنا الماتش اللي بعديها كافاني ونيمار بيحضنوا بعض بيبصوا بيعملوا اسيستات لبعض حضن تجاري ولا يعني ممكن نمشيها تجاري مش عارف مش هكدب عليك ما هو ده لازم الناس بتشوف ومتابعه جيده جدا لباريس دي انا كنت بتكلم فيها من 5 دقائق بالظبط او من 10 دقائق. عقليه لعيبه امريكا الجنوبيه سيئه جدا هما الاثنين امريكا الجنوبيه اوروجواي وبرازيل والاثنين ضد بعض ومزاجه بالظبط الاثنين حتى كانوا في تصفيات كاس عالم ضد بعض اول وثاني هو يعني في منافسه تاريخيه ما بين الاوروجواي والبرازيل لو تفتكر نهايات كاس العالم بالظبط هي دي. فانت الموضوع بالنسبه لهم ان انت توفق ما بينهم اوناي امري مش هو اللي يعمل دي ما يقدرش يعمل يعني هو دوره بس ما يعرفش يعمل ممكن لازم هي محتاجه مدرب لا واداره كمان حاجه مورينيو محتاجين دول محتاجين واحد زي مورينيو ده يوب هاينكس عايزين عقليه صحيح. قويه جدا 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 يقدر يوقف كل لاعب لا انت لعيب في الملعب وبتعمل اللي انا عايزه بس مش انت ما تعملش اللي انا عايزه ما تروحش تاخد الكوره تلعب بلن من غير ما ترجع لي. احنا شفنا يعني هنرجع لريال مدريد بالظبط 10 ثواني احنا شفنا زيدان مع رونالدو بيقعد رونالدو احتياطي بينقل مركزه مهاجم صريح مره جناح مره تحت المهاجم مره رونالدو ما اعترضش ليه عشان عقليه المدرب. طب الفلوس ممكن ما يعني تبقى ليها دور يعني مثلا المقابل المادي لنيمار الصفقه وصلت فوق ال 500 مليون يورو ونص مليار وتاكيد اللعيبه الثانيه ده بيأثر اكيد طبعا يعني لما يكون انا نجم وبقالي فتره مع الفريق وجبت معاهم كذا بطوله دوري زي كافاني ونيمار جاي بنص مليار وانا باخد كام ده اكيد بيفرق اكيد طبعا دي اللي احنا بنتكلم فيها انا عقليتي ايه انا
الشخص ده هنساعد بعض ونطلع بالمكان. يعني لما توصل يعني المبالغ والقيمه المغالاه يعني اتفرج على كل لعيبه بشر. كل لعيبه بشر يعني أكيد. مهما كان هتبقى مؤثره ده اكيد طبعا. بياخد كام طبعا بس هل انا يعني العقليه بقى تفرق هنا في ايه؟ هل انا هتجاوز الموضوع ده في 90 دقيقه بتاعه الماتش واخليه بره الملعب، ولا هيبان جوه الماتش؟ لا هو مع باريس بان جوه الماتش، دي المشكله. ورغم كده ارجع واقول لك لا، باريس بالتيم اللي معاه بالسكواد اللي معاه لا يقدر يعدي، معاه سكواد قوي جدا بدايه من حارس المرمى وخط الدفاع لحد المهاجم، فرقه قويه. لو هنتكلم في قصه الفلوس احنا طبعا احنا عندنا في انجلترا مانشستر سيتي، مانشستر سيتي بس السيتي جراديولا معلش بس فلوس لا مدرب بس جراديولا لا في مدرب معاه فلوس، ولكن واحد جابوا واحد عمل لهم سيستم بالزبط. زي اللي كان بيحصل في برشلونه وبرده هو ده الفرق بقى. هو ده الفرق ده اللي انا بتكلم فيه. اوناي امري وجارديولا هو ما جابش مثلا نجوم مثلا بالمبالغ الضخمه اللي احنا بنتكلم فيها، بس جاب لعيبه كتير. بس جاب لعيبه كتير، ولو حسبت الاجمالي كله انت لو قارنت السيتي باليونايتد تمام، واليونايتد جايب مين؟ بوجبا ولوكاكو باسعار رهيبه، لكن هتلاقي السيتي صارف اكتر. بس المدرب اللي بره عارف انا عايز ده. اسمه لاندلوف ما شفناش حاجه عنه بالظبط، اللي هو المدافع جاب صفقات يعني بالظبط. بس هتلاقي السيتي صارف كتير جدا اعلى من توتنهام مثلا. توتنهام بيأدي اداء مميز جدا في دوري الابطال والدوري الانجليزي. توتنهام مش مطالب ببطوله، يمكن جراديولا مطالب الى حد ما كسيتي، وخاصه دوري الابطال. نعم يعني هو كمان السنه اللي فاتت ما كانش في بطوله. السيتي السنه اللي فاتت ما فيش بطوله، انت صرفت السنه اللي فاتت وجبت لعيبه وقلت لنا هتعمل ما عملتش. فهو حاسس ان الموسم ده بالنسبه له ده حياه او موت بالنسبه له. انا لازم اجيب الموسم ده. فهو ده الفرق، في فرق ما بين اوناي امري، في فرق ما بين جوارديولا. انا اذهب الى جوارديولا، وطبعا اسلوبه وفكره وطريقته اللي بيخلي صراحه كل فرقه هو بيمسكها بيخليها فرقه ممتعه. دي حقيقه. واول حاجه بيستغنى عنها اللعيبه اللي ما بتطبقش الفكر. يعني اتذكر في بايرن ميونخ وهو بيمضي العقد قال لهم انا مش محتاج ماريو جوميز. قالوا له ده لعيب منتخب المانيا. قال لهم ما بيناسبش طريقتي. فحتى ابتدت خلافاته مع المدربين منذ هذا اليوم ان انا مش عايز ده ما بيطبقش. هو بيحب اللعيبه الحريفه اللي عندهم ستايل معين. شايف ان ده ماشي كويس مع السيتي هذا الموسم؟ النتائج واحده تتكلم. اولا جوارديولا زي ما انت حضرتك قلت يعني السيستم شخصيه قويه جدا بره الملعب. مفيش مثلا لعيب مثلا يتقمص مثلا عشان ما نزلش، في لعيب مثلا يغير. شفنا سيرجيو جويرو اكتر من مره بيقعدوا احتياطي جنبيه، بيلعبوا مثلا وقت اللي بيكون مثلا محتاجه، بيلعبوا مثلا 10 دقائق، وقت مثلا ثاني يكون مثلا شافه مش كويس في الملعب يسحبه. الفكره برضه هو كمان ما بيعتمدش على النجم الاوحد. يعني الخط احنا بنشوف مثلا يعني الفرقه هي السيتي. النجم السيتي هو اللي بيلعب. يعني انت لو شفت التشكيله بتاعت السيتي انت مش عارف مين راس حربه ولا مين جناح ولا مين بيلعب نص ملعب ولا مين بيدافع. يعني ممكن مثلا احيانا ممكن مثلا تلاقي كده نص ملعب راح جاب جول. طب ده طلع جاي من ازاي؟ مثلا دي بروين مثلا ما تعرفش واقف فين في الملعب. خيسوس نفس القصه، دي سيلفا نفس القصه. فيعني فكره انك انت جوارديولا الناس كلها قالت بعد ما هيطلع برشلونه هيفشل، راح الباير نجح. البايرن بالنسبه لهم قصه نجح، خد دوري، خد كاس، وصل سيمي فاينل دوري ابطال، السوبر برضه بطوله مش قوي بالنسبه لهم. كسب مورينيو كان مورينيو مع تشيلسي صح. كسب وصل سيمي فاينل اكتر من مره، ويعني بس حظه يعني كان الفرق الفرق اللي بيواجهها هي اللي بتاخد البطوله. ريال مدريد اتكلم في برشلونه، يعني الفرق برضه مش اللي هي يعني هعمل ايه اقول يعني. اتكلم في فرق برضه زي ما حضرتك قلت بيوصل، انا بتغلب قدام بطل البطوله يعني بطل المسابقه. الشكل المعمول السنه دي دافعين فلوس بس في نتائج، ما ضربتش ولا ماتش لحد دلوقتي. يعني الصرف باين. لا الصرف باين، بس باين بالنتيجه. باين بالنتيجه. ثانيا برضه زي ما انت بتعمل فريق، اولا جايب عناصر كلها شابه. معظمها كان يعني مش النجوم اللي هم التوب، يعني مثلا كان ممكن مثلا اجيب حد من برشلونه، اجيب حد مثلا من ريال مدريد، لا هو جاب فرق صغيره. او لعيبه الى حد ما انصاف النجوم. انصاف نجوم مش اللي هم التوب ستوب ستوب. معظمهم يعني كمان كانوا في انديه ثانيه وما نجحوش. يعني نفس القصه برضه بترجع له في موضوع التطوير. طبعا فكره انك انت برضه جيت في القصه في بايرن ما صبروش عليه. البايرن شويه الاداره لا انا عايز نتائج. بس هو برضه كان طالب في نفس الوقت يعني حجم تدعيم. مفيش بايرن عنده سياسه تدعيم. مفيش. هو ده الفرق. بايرن مش زي السيتي او مش زي برشلونه. لا كان طالب لعيبه كتير تيجي برشلونه، لكن المقابل المادي ابرزهم يعني في نجوم كتير من برشلونه كانت يعني قابله انها تروح معاه، ولكن هو المقابل المادي كان بيوقف. خلينا نبقى متفقين يعني سياسه مانشستر سيتي في ثلاث حاجات اساسيه: الاداره بالمال بتاعها، المدرب،
جوارديولا طبعا لا خلاف عليه. ثانيا نوعيه اللعيبه المختاره او اللعيبه الموجوده. بيجيبش الا لعيبه معينه. تنفيذ فكر اللي انا عايزه. مفيش مثلا لعيب احنا مثلا لو اشوف مثلا جوارديولا من بدايته لا مشي ابراهيموفيتش من برشلونه عشان مش على مزاج مش مناسب اسلوب بيلعب الاسلوب من لا مش لاعب اسلوب برغم ان هو كان جاي لا كان جاي سوبر ستار وهو اللي كان جايبه. ايوه لا انت اركب كده على جنب شويه احنا عايزين شباب عايزين حد يسمع كلامي لا يرجع يدافع لا ما تدافعش لا كذا اقعد طيب نفس القصه في البروين جراديولا كان لعب بشكل سكين وستيرلينج قبل جراديولا كانش بيدافع يعني انت بتشوف كل ثانيه فابيان دلف كل قبل قبل جراديولا اسامي لا اسامي يعني روساني تشوف الفرقه كلها الهجوم هجوم وقت الجد ارجع ورا فتلاقي الدنيا فعلا سيستم معين حتى فرناندينيو سيستم معين وبعد كده يعني الكره الجماليه ما كانش في حد بيلعبها في الدوري الانجليزي الا شويه هو الارسنال ارسنال ايام هنري وبيركاند والشيل وفييرا وكانت وقتها خدوا السنه موسم كويس جدا بعد كده نص الفرقه دي اللي نفس القصه بتاعت كده الواقعيه السياسه بتاعت مورينيو ايوه السياسه بتاعت اللي هو الاتوبيس وقف هنا دفاع حتى انطونيو كونتي هو اتوبيس انطونيو كونتي نفس القصه اتوبيس بس اتوبيس على قد شويه خد بيه الدوري السنه اللي فاتت تمام خدت الدوري انجاز بس كان برضه نفس القصه جوارديولا ما كانش عارف الدنيا ماشيه ازاي في الدوري مورينيو كده انت ما كانش في دوري ابطال تشيلسي كان ركز في الدوري الانجليزي بس انت ما عندكش غيره دي بتفرق كده وبعد كده نفس القصه انت بتتكلم من السنه اللي فاتت السيتي وصل مرحله متقدمه كان لسه برضه التدعيم ما كانش بالشكل بتاع السنه دي اعتقد ان جوارديولا بكره السيتي واليونايتد وديربي مانشستر على ملعب اولد ترافورد شايف الامور رايحه للسيتي السيتي حتى وهو على اولد ترافورد والتدعيمات اللي عاملها مورينيو السيتي لسبب بسيط اولا نتائجك المميزه في الدوري ما خسرتش ولا ماتش نعم الافضليه الرقميه لجوارديولا على مورينيو لعبوا كسبوا قبل كده 9 ماتشات جوارديولا مورينيو كسب 4 بس من 19 ماتش محبوا مورينيو هيزعلوا مننا جدا في الحلقه بصراحه يعني. الحاجه الثانيه الهزيمه بتاعت مانشستر سيتي الاخيره في دوري الابطال هتخلي اللعيبه لا احنا لا انا عايز العب الموسم ما فيش ولا هزيمه واعتقد ان هو ممكن يكون مثلا لعب البدلاء الماتش اللي فات علشان يريح اللعيبه الاساسيه للماتش بتاع اليونايتد طيب غدا السيتي واليونايتد كيف ترى؟ اظن انا اقرب للسيتي لسبب بسيط ان مورينيو مش ما بيهاجمش في المباريات شفنا مباراه اليونايتد مع ارسنال شوف النتيجه 3-1 لليونايتد لكن تعال بص في الملعب طيب احنا ممكن نكمل كلامنا دوت وهنعرف راي احمد شريف في مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد غدا ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد نادي الاهلي حديث